هلا وكل الهلا مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم ببرنامج ايام الناس، تعتبر حديقه الامه من الحدائق التاريخيه والقديمه بتاريخ بغداد اللي افتتحها الملك غازي سنه 1937. واقع هاي الحديقه حديقه الامه تغير، خصوصا انه ما بعد السقوط ما بعد 2003 كثير من التغيرات والاحداث صارت على حديقه الامه، لكن اليوم في مساهمة أمانة العاصمة بغداد والعديد من المؤسسات سيما الدينية والحكومية واقع حال هذه الحديقة رجع من جديد. اليوم جاي نشوف ما شاء الله العوائل والشباب بدأوا أنه يزوروها ويغيرون جو، على اعتبار اليوم الحديقة أيضا نظيفة وشكلها حلو، فراح نكون وياكم ونشوف الناس الموجودة. خليكم معنا. عليكم السلام ورحمة الله حبيبي الغالي، الله يحفظك. خلينا نتحدث اليوم عن حديقة الأمة. نعم. بشكل عام تغيرت. تغيرت شكلها، حدائقها، حتى النصب تغير. هذا الموضوع وجاي أشوفك اليوم جاي بعادتك وجاي. نعم. غيرون جو. نعم. شنو؟ والله هي كان المفروض قبل هذا الوقت يسوى. يعني جدا متأخر الموضوع. ليش؟ لأنه أولا معلم حضاري مهم جدا ببغداد. فالمفروض يعني، وبلد هو مو فقير حتى يتاخر ويتلكع بهاي المشاريع، المفروض كل حدائق بغداد هسه بها الجماليه او احسن يعني. فاني اشكر الجهات وسمعت العتبه وسمعت التعاون مع الامانه، فحقيقه اشكر كل الجهات اللي ساهمت باعمار هذا المشروع، واتمنى ان يكون يعني العراق يعني كله جميل. اتمنى كل حدائق بغداد، وبغداد عاصمه مو سهله بالعواصم العربيه، كانت تتمناها كل دول الخليج، مو؟ وسامعين يعني انا لرؤساء خليجيين، يعني الامارات خلينا نقول هي شيء بالسبعينات، والله بال 76 يقول يا ريت اقدر اسوي دبي مثل بغداد. مو؟ عندك علم او عندك معلومه حديقه الامه وصلت؟ انا اعرف هي بالستينات. هذا هاي افتتاح الملك غازي سنه 1937. اي يعني بس تم تطويرها وتعميرها بزمن عبد الكريم قاسم بالستينات. تتوقع تاريخها قد قديم؟ طبعا يعني معلم حضاري، وبعدين بسنتر العاصمه هي، يعني لازم يكون بها اهتمام دائم ومستمر ومن زمان يعني قبل الوقت. خلينا نتحدث شوي عن التنظيم، الاشجار، الحدائق. التنظيم لحد الان جميل جدا اشوفه، يعني مرتب، فد هندسه رائعه اشوفها، خصوصا التهجير جاي كمحيط لها، يعني جاي اطار لها من كل الجوانب، وتهجير مرتب يعني، اذا بقى وداخل له يعني الباقين او بقى اهتمام وادامه له. صيانه لازم لكل مشروع، لكل مشروع الادامه يجب ان تكون مستمره، والا يعني انتهي التعبير. زين، مدى هيش مواضيع او هيش مناطق او هيش حدائق او هيش اماكن على العائله العراقيه؟ والله هي العائله الان تعاني من الكبت، يعني العراق تعرف انت هسه ظروف البلد وهاي الشغلات اللي تطلع، السرقات بالاموال الكبيره، هذا ما اريد اتطرق على الامور السياسيه، بس يعني اثرت بشكل كبير على المجتمع العراقي. هذا العراق اللي كان المعلم يسافر به بالعطله كلها، ما يصرف له راتب واحد ما يصرف ثلاث اشهر العطله، مو؟ الان اصبح الموظف الكبير، المهندس، الاستاذ الجامعي، المحامي، صعب عليهم السفر للخارج بسبب يعني تعرف مستوى العمله وغيره. سابقا في الفتره ما نشوف عوائل حتى العنصر، فعلا انا ما ملاحظ قبل عوائل ما شاء الله جاي اشوف العوائل مو هو يعني سوى له فد هاله اعلاميه باليوتيوب طلعوه وما حد كان يعرف، احنا شفناه باليوتيوب، وتعرف اغلب الناس يعني يسمع العتبه شاركت وصلت لنا، يعني فشيء جميل، مو؟ يعني مشاريع العتبة ترأف بالعراق وتجي تساهم بحدائق وساحات غير المناطق العتبة، كربلاء أو النجف أو غيرها.
وتجي الساهم موقف وطني جميل جدا ويحسب لهم صراحه. حبيبي الغالي الله يحفظك. نعم مشاهدي الكرام، تواصلنا معكم من حديقه الامه، وبالتالي انه اليوم المفرح بالموضوع انه جاي نشوف العوائل موجودين هنا وجايين ويغيرون جو. متواصلين معكم، خليكم. الله يسلمك. أنا أبو فاطمة. فاطمة الحلو. محافظات أنا. أنا من النجف جاي أشتغل هنا. الله يخليك. من زمان ببغداد؟ من زمان ببغداد. زين، شلون ببغداد؟ حديقة الأمة شلونها؟ والله أنت مبين ترتاد هاي المنطقة. نعم نعم. والله هي بغداد جميلة جدا، هي من اسمها بغداد. زين. مو عن مشكلة الزحامات أستاذ، بس الظروف بيها تغيرت. من تغيرت الحكومات؟ حكومات ضعوفة من السياسة. نعم. خلي شوية نتطرق لغير مواضيع إيجابية شوية. نعم. كبت السياسي. نعم. زين. شلون الأجواء هنا جاي تشوف؟ والله اليوم أنا اليوم بصراحة أشوف اليوم أجواء جتي عوائل ما شاء الله، ويا ريت نحتفي يعني نحتفي بباقي الدول اللي تتباهى بمناطقها ومحافظاتها. يا ريت عندنا مساحات اخرى هوايه يعني فارغه، حولوها الى مكب مال نفايات، حولوها الى عشوائيات. وقلب بغداد مع العلم ان هاي المساحات الخضراء يعني يجيك الزائر. انا اخويا مهندس راح دبي ويا ما نزل طياره مكتوبه قطعه، لا تستغرب انك في بلد عربي يتباهون بدول يتباهون ببلادهم. يا ريت يعني احنا ما شاء الله شو خيرات عندنا وكادر هندسي عندنا، يا ريت. واحنا اليوم حتى حديقه الامه رغم واقع مزري طبعا، واقع ما مقبول. اي تعاقب هاي سياسات الدوله، اشياء بسيطه هي نفس المساحه ونفس المكان. نعم. شويه ذوق صار في الموضوع يعدل. نعم نعم صحيح، نحتاج لمسات اداريه طبعا، لمسات معتبره. وهاي استاذها تعتمد على سياسه الحكومه. الحكومه اهملت البلد، اهملت الشعب. زين ساكن هنا حاليا؟ لا مو ساكن، ساكن بغير مكان. يعني بغداد مقتربات حاليا؟ لا لا انا ساكن على حي القاهره. على حي القاهره. نعم. بس هنا المقاول اللي يشغل عندنا اجي يمه. تشتغل هنا؟ لا غير مكان، بس المقاول هنا ببيته. قصدي شغلك هنا؟ لا شغلي. لا شغل ويا المقاول نطلع. شنو شغله؟ مقاول عماله. ها عماله. اي اطلع عنده يلزم مدارس. نعم نعم نعم. شلون المناشده اللي بخصوص المنطقة؟ والله أستاذ بصراحة أنت تحكي بالبداية قبل اللقاء عندي رسالة. إيه؟ أريدك توصلها. هاي رسالتك أنوار وزارة الداخلية. بس وقف لي هيك، شنو الرسالة؟ الرسالة تقول أنه أني شفت بالبتاوين. نعم. شفت نماذج بشر طبت شبكات كاملة مال التسول. زين. شبكات مال دعارة. نعم. وشغلات ما أقدر ألفظها. نعم. طفل بعمر 5 سنوات قاعد بالهذا بال بال بالمقاهي يشرب نرجيلة. زين. سرقات، قتل، وأنظار الشرطة. زين. زين. وأكو شرطة متعاونة وياهم. يعني زين. أنت اليوم يعني أنت لما هذا الباكستاني شبكة، أكو شبكة كاملة مع الباكستانيين. عفوا عفوا أستاذ. نعم. أنت اليوم إذا تريد توصل رسالتك لوزير الداخلية بخصوص هذا الموضوع. نعم. والبتاوين منطقة محاصرة بالكامل بالقوات الأمنية والاستخبارات، معقولة ما عندهم علم؟ راح أقول لك أستاذ شيء، هذا الكلام اللي أنا أقوله ما شافته عيني. هذا ما شافت عيني. وما خفي كان اعظم. وما خفي كان اعظم. نعم. انت هسه استاذ انا اتمنى انت. نعم. كاعلامي. نعم. اطلب جوه وشوف شكو جوه. نعم. ال هاي الشبك هذا الموضوع قبل ايش قد رصدته؟ هاي قبل كم يوم. قبل كم يوم. والمكانات مال لعب قمار نساء ورجال منتشره. زين بيوت مال دعاره منتشره. زين هاي الشبكات مال التسول دول السوريين جاي يطبون. يعني انت بتختم له جوازه ما يطبون هيك شكلك ما اعرف انا. ما تطوع اقامه ايش صاير؟ زين يعني اخوي مهندس ومدير دائره وراد يطب العمان الا بالرويش المخابرات الاردنيه نخلته نخل يلا طبوا الا موافقه الدائره من عمان خابوه يلا طب جوا. يا الناس تخاف على بلدها. نعم. لبنان عليها حصار. نعم. ما تدخل لبنان الا عندك رصيد 10 اوراق بجيبك يلا طب. صح. ليش احنا بلدنا تايه؟ هاي ظواهر سلبيه. مو قلت لك احنا يحتاج لنا لمسات اداريه وخبرات اداريه. احنا خدمه استاذ. الصبح الصبح تجي تتجمع التاكسيات هنا من 10 15 تاكسي تاخذ المتسولين والمتسولات على انحاء بغداد وضواحيها. زين يجون الشرطه المن يلحقون اللي يبيع كلينس اللي يبيع مي. انت مقتنع ما عنده علم الوزير؟
او الوزاره ما عندها انا هاي رساله هاي الاستخبارات الموجوده انا كمواطن عشتي رسالتي لوزاره الداخليه رساله مهمه واحنا نشكر الجهات الامنيه الامن الوطني نعم نشكر بارك الله جهاز بيه. الاستخبارات ونشكر جهاز الشرطه اللي جاي يحدون من الجريمه ومن نعم. المخدرات نعم. ومن القتل نشكرهم تعاونهم ويانا اخليهم على راسي زين بس هذا الموضوع هذا سلبي لازم ياخذ بنظر الاعتبار هذا خفي ما خفي كان اعظم نعم. نعم. عاشت الايادي شكرا جزيلا استاذ شكرا جزيلا نعم مشاهدي الكرام وبالتالي هي رساله كانت صار عفوا واضحه بصريح العباره للمعنيين بوزاره الداخليه تحيه لكل قواتنا الامنيه لكن حسب حديث المتحدث اللي تحدث بانه رصد بعض الشبكات من التسول وباقي العناصر والفئات نتمنى انه احنا من الجهات المعنيه وخصوصا انه الكل يعرف بانه هاي المنطقه منطقه الباب الشرقي منطقه البتاوين دائما تتواجد بها القوات الامنيه واكيد بلا شك يعني اكو استخبارات وكذا موجود فنتمنى انه هذا الموضوع ما نوصل بالمراحل المقبله انه ندفع ضريبته فعلى المعنيين انه التحرك باسرع وقت متواصلين وياكم من حديقه الامه خليكم شايف الكلام متواصلين وياكم مثل ما جاي تشوفون هذا الجمال اللي خلفي حديقه الامه وهن كلهم شكم نخله ونافوره يعني وما كلفت حتى خزينه الدوله يعني مو الموضوع مو فقط من الدوله العتبه مشاركه به وهاي المليارات اللي اختفت والله العظيم لو مسخريه خدمه هذا البلد والترميم والبناء يعني هم عابرين دبي واحنا مثل هيك شغل مثل هيك عمل ومثل هيك نيه ومثل هيك صدق بالشغل والله العظيم سنتين البلد طبيعي تشوف حاله حال دبي والله كل شيء يترتب اذا كنت نيه صادقه واذا كنت ناس شرفات مود البلد بصوره صحيحه والاموال تصرف بمكاناتها وبلد غني ما شاء الله بي شباب وبي موارد وبي كل شيء بي بس يراد تنظيم وجزء من هالشغلات السرقه وبوق العالم وجزء كافي خلينا نحسب حساب عرب كم نخله موجوده؟ اي والله نفس النخله القديمه موجوده يعني هذا المقرنص ولا نافوره النافوره الموسيقيه بكل العالم موجوده يعني شغله بسيطه شوف كيف ضافت لمسه لبغداد ان شاء الله ضافت لمسه لهذا المكان تركي بالمستقبل ان شاء الله وتتعمم على كل المحافظات والبلد ينهض والشباب يشوفون فرص عمل يشتغلون وكل شيء امكانيات موجوده اليوم اي والله واليوم اجيها ان شاء الله قصر لك ما زال حديقه الامه والله صار فتره طويله ما تقدر تطبيها ما كانت وسخه وبها ناس مو زينين زين فهسه الحمد لله ترتبت عوائل اجت والناس والشباب مرتاحه ان شاء الله تتعمم يعني اليوم الكل. نقدر نقول سمعه حديقه الامه والله تغيرت بالكامل مو مثل قبل تغيرت بالكامل نشوف عوائل موجودين هي. حتى الجداريه مال فائق حسن هم رتبوا مكانها كانت مكان مو نظيف ومرتب هسه ترتب وصار حلو كل شيء لطيف صعب هذا الشغل والله كلش بسيط وماكو ابسط من عنده والشباب موجودين والعماله موجوده والمهندسين موجودين والفلوس موجوده هسه مو باقت 7 تريليون مليار حتى الرقم ما نقدر 2.5 تريليون مليار دولار نص هذا المبلغ انت باني لك بلد اي والله ينبني بلد بالكامل اي والله بلدان ما عندها هيك ميزانيه سنويه بس شو تسوي؟ بلكي نتامل بالمستقبل يجونا ناس شرفاء. نتامل ان شاء الله خير بالحكومه المقبله. ان شاء الله. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. نعم مشاهدي الكرام هو ايضا بالتالي الحديث عن لمسات هذا المكان اللي موجوده في ظل سرقه الاموال اللي والله العظيم ما اعرف شلون الفضل 7 تريليون هواي بها ارقام وهواي بها اصفار فبالتالي هذا الرقم الموجود واحنا بلد ما شاء الله غني يعني بالفلوس وبالموارد وكل شيء عندنا. ما نقدر نسوي هاي الاشياء وهاي قدامكم جاي تشوفوها نافوره وتمثال وقلبت الوضعيه بدت العوائل تجي هنا بدوا الشباب يجون هنا حديقه الامه تغيرت وبالتالي بشكل مغاير عن ما كانت هذه خلينا نشوف الشباب شلونك حبيبي شلونك يا شلونك حبيبي بارك. حياكم الله وان شاء الله كل مناطق الشعب العراقي وكل مناطقنا ومحافظاتنا تزدهر بهذا الجمال يا ربي امين وكل مناطقنا لان نعم. احنا حقيقه الشعب العراقي خلونا نترك الحروب خلونا نترك الطائفيه خلونا ننسى هاي الهموم فقدنا اعزاز علينا لا فقدنا شهداء عفوا على المقاطعه انت لا تقول الشعب العراقي تدري ليش يعني الشعب العراقي واعي عن هاي القضيه اكيد اكيد عبرنا شوف الطائفيه شوف عبرنا شوف الحروب شوف لكن استعدي. لكن العتب على السياسيين اللي يقودون اكيد الدفع. اكيد اكيد هسه شوف هذا الوقت القصير اللي انجز هذه ساحه التحرير نعم. اللي هنا طاحت الشهداء شبابنا شبابنا اللي قدمت دمائها في هذه البقعه دماء الشباب
رحمه الله على ارواحهم. نعم الله يرحمهم ان شاء الله. رحمه الله على ارواح الشهداء اللي سقطوا في هذه الارض. شوف هي رساله لكل الشعب العراقي. نعم. وللحكومه. يعني طبعا الفضل الكبير للعتبه الحسينيه. نعم. والعتبه العباسيه. نعم. لان ما ننسى من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. لان هو الفضل الكبير للعتبه العباسيه. نعم. والعتبه الحسينيه اللي انجزت هذا هذا طبعا الترتيب كله هذا المكان طبعا بالاتفاق مع دوله رئيس الوزراء وامانه العاصمه الكاظمي. بس الفضل الكبير للعتبة الحسين والعتبة العباسية اللي صار هذا الفضل. شوف الآن العوائل، شوف البنات، شوف الشباب، شوف الأطفال، شوف الصغار، ما شاء الله. أكو روح صارت بالموضوع، شوف روح الوطنية، أكو روحية صارت بهذا المكان. هي نافورة ما كلفت مبلغ كبير، جاي تفرح أطفالنا، جاي تفرح شبابنا، جاي تفرح هاي العوائل. يا ريت حكومتنا يا حكومة. ايه. بس شوفوا هاي اللقطات. ايه. يا حكومة خلوا عندكم غيرة، خلوا عندكم محنة، خلوا عندكم رحمة على هذا الشعب اللي أبسط شيء هو يفرحه. هاي طلوبات حديقة شتلات وردات هي فرحت ترفيهي. أبداً مكان ضخم. يعني لو كل منطقة بالعراق تكون بهذا الصرح وبهذا الإنجاز، راح نفرح أبناء هذه المنطقة، راح نفرح أبناء هذا البلد، راح نفرح الأطفال. صحيح. راح نفرح النساء، راح نفرح شبابنا. راح من يشوفون هاي الأجواء، يا أخي أنت أطلع روح الغير دولة نفسيتك راح ترتاح، لأن أنت مسافر الغير دولة. لكن من تشوف أنت ببلدك وبمنطقتك تشوف هيجي أجواء تفرح. أنت راح تفرح. صح. راح تعيش، راح تحس بروحية. فعلا. راح تحس بنفسية، راح نفسيتك أنت ترتاح. إحنا ما نريد شيء، إحنا كل شيء ما نريد، لأن إحنا ولد العراق، إحنا أهل الخير. والنعم. كنا ولد خير. والنعم. وما محتاجين، بس نريد نشوف نظافة، نريد نشوف ثقافة، وهذا حق. نشوف هذا حق، أبسط الحقوق. فعلا. أستاذي، أستاذ علي حبيبي، هاي أبسط الحقوق، هاي أبسط الحقوق. كإحنا شباب اليوم، هذول أطفالنا، الطلاب لما يجون هنا يذاكرون، الطالبات يجون هنا يذاكرون دروسهم، تكون. صح. هذه مكانات الانتظار، مكانات للملتقى، للمحبة، للمودة. بس احنا خلي نضغط على فد موضوع مهم. نعم. اللي هو مشروع القناة. مشروع القناة يشوف النور نوعا ما. ها. جاي نشوف سيل وجاي نشوف ترميم. يا ريت. سابقا شارع المتنبي. شارع. ايه. المتنبي هم ما كلف بيشتغل بالصبغ وناره. أبد. أبد. واليوم حديقة الأمة نفس الموضوع نفس كذلك الشيء. لكن بقت عندنا مشروع القناة إن شاء الله. طبعا مثل ما ذكر أستاذ علي، مثل ما ذكر هذا الكلام الحلو، انه نريد تركيز واهتمام من البلديه مثل ما صار الاهتمام، لان هذاك هو كذلك طريق دولي. صح. تجي محافظات. صح. تجي كذلك حتى دول لما تنزل من الشمال، لما. نعم. تنزل من المحافظات الجنوبيه، هذا هو طريق دولي، لازم يكون به الاهتمام بجداره مثل ما صار الاهتمام في هذا المكان، المكان اللي سقطت عليه ارواح الشهداء والسعداء. الرحمه والخلود. أريد رسالة أخيرة. إيه. حتى لا أطيل في هذا الكلام. نعم. وخير الكلام ما قل ودل. أستاذ علي، وهذه قناة يسلم. الأيام من هذا المنبر. نعم. المبارك من هذه القناة الموقرة يسلم. اللي هي دائما سباقة في نقل الأحداث وسباقة في نقل الصورة الجميلة. واجبنا. هذا هو الإعلام الثقافي، هذا هو الإعلام الإنسان اللي يوصل الصورة من خلال هذا المكان. أختصر كلامي. نعم. أنا كشاب عراقي. إيه. عمار والي اللامي. عاشيلك عمار. إلى الحكومة، أنتوا كلكم عندكم مليارات الدولارات. فعلا. وأبنائكم وأطفالكم ونساءكم عايشين أرقى عيشة، فقط عطفوا على العراقيين بهيجي أشياء. عاشيلك عمار. بهيجي إنجازات. عاشيلك عمار. بهيجي أشياء جميلة لكم أجر، لحقوا على نفسكم. وللتاريخ هم خلي ذكرتكم. هواية سويتوا شغلات، ما نحب نذكر اشياء، احنا نريد نرتاح، كل شيء نريد، الشعب يريد يرتاح، فقدنا هواي شهداء، فقدنا هموم، عندنا احزان، مواجع، عزاز علينا، احباب علينا، اللي نريده المحبه والموده، فقط اخير ايام، الدنيا خلصانه، العمل الجاد، نريد الاهتمام، نريد شغل، نريد العراق يصير حلو، يصير جميل. الريد الازدهار. تعبنا يا اخي، والله تعبنا. هسه انا اليوم نزلت من دخلت نفسي ارتاحت، تذكرت الشهداء، شفت هذا المكان من كان ظلام وخراب، شوف الان الازدهار. اذا 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 نريد الرساله. حلو يا اخي،
حنوا على هذا الشعب بكل منطقة هيك أزين لحديقة أخلي نافورة موسيقى الروح الحلوة يا أستاذ علي حبيبي. أنت قلت باختصار ماكو بس الكلام الكلام محترق قلبنا أستاذ علي عذرا أستاذ علي لا 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 من قناة الأيام الوقت إلك الوقت ما أقدر ما أقدر ما تقدر يا أخي ما تقدر ما تقدر أبدا يعني قلبك محترق قلبك محترق إحنا رغم هسه نقول فرحانين لكن والله أنا مو فرحان فرح شديد هذه يعني عبارات تاخذنا اتذكر الشباب اتمنى الشباب اللي طاحوا يشوفون هذا الانجاز هاي فرحه صغيره نقشمر بيها نفسنا احنا روحنا هيك خطوه خطوه اها يا ريت يا ريت يا ريت من حكومتنا من حكومتنا انه تشوف هذا الشعب تشوف هذا هسه ابسط شيء هاي هي رساله انه الشعب ما يريد شيء يتقشمر بسرعه احنا نتقشمر بسرعه بسرعه ترى ماكو استراحه والله العظيم والله العظيم جاي الشعب يعترف تقشمر بسرعه نتقشمر هسه انت تخلي لك هنا اوزع قهوه اوزع عصير كله تتقشمر ما يردون شيء هنا خلي لهم الاناره والموسيقى للصبح ينسون روحهم والله العظيم والله العظيم ينسون روحهم كل المحبه والموده لكم هاي قناه الايام المنبر الجميل استاذ علي الكادر مصورنا كل التوفيق لكم يا رب الامن والامان على كل العراقيين الامن والامان على كل محبينا الامن والامان على هذا العراق اللي فقد كل الحب والتقدير اخوكم عمار اللامي شكرا جزيلا الله يحفظكم حبيب استاذ علي شكرا جزيلا وايضا انا عضد عن كلام عمار وخليكم صريح والله العظيم والله العظيم قسما برب العباد هاي الحديقة والنافورة اللي فرحانة بها الناس وانتم مفرحين بها الناس هاي ترى موجودة بقصوركم اللي ساكنين بها ببيوتكم بالفلل مالتكم فبالتالي اليوم مثل هيك مشروع بسيط ما يخالف المواطن العراقي قابل وجاي يعترف بنفسه يقول قشمرونا بهاي الأشياء قابلين بها لمسات بسيطة غيرت شكل بغداد وغيرت الأماكن اللي موجودة وعلى سبيل المثال شارع المتنبي، شارع المتنبي اللي كان فقط بالجمعة الناس تروح تتمشى بشارع المتنبي، لكن بعد التغييرات اللي صارت على شارع المتنبي وتغييرات بسيطة صبغ للأرصفة ونشرات، واليوم حديقة الأمة كذلك نفس الموضوع، لكن والله العظيم عيب وألف عيب على كل مسؤول ما يعمل ويشتغل مثل ما اشتغلوا هسه بحديقة الأمة ورصيف شارع المتنبي وهي يعني مو جهد ولا ذيك الميزانية الخيالية اللي راحت بتجيب من وزارة المالية متواصلين وياكم خليكم نعم مشاهدينا الكرام متواصلين وياكم بالتالي ان اليوم شفنا العوائل شفنا الشباب شفنا الشعور اللي جاي يعيشوه شعور الفرح المشاعر اللي داخل المواطن العراقي وحتى طريقة تعبيرهم أثناء الكلام عن هيك حديقة عن هيك مشاريع رغم بساطتها ورغم قلة تكلفتها المالية لكن اليوم المواطن العراقي مرتاح وأيضا من المفرح أنه جاي نشوف ونشاهد سائحين موجودين بالعراق اليوم موجودين بحديقة الأمة شلونك صديق؟ بعد روحي شلونك أخبارك؟ الله يعزك الله يسلمك خلي بالبداية نعرف عن صديقك What's your name? My name is you Welcome you Thank you You وأنت شلون جيتوا شنو اللي جابكم هنا؟ أنا من أطراف بغداد نعم تمام فأنا عندي جيت بالبداية كنت ناوي أصور هنا زين قلت أجي تصور؟ يعني أصور المناظر شلون حلوة لأن شفتها بالصور فقلت زين. أجي لأن شفت المكان حلو فقلت أصور حلو وأنا طالع من محلي التقيت فيو لقيت أم السيطرة نعم كانت عنده مشكلة إنه هو ما يندل جاي وحده زين تمام زين فكانوا رايدين من عنده جواز السفر حلو جواز السفر مالته هو ناسي بالفندق نعم فكانت عنده مشكلة يحاول يتواصل ويا العالم بس ما يعرف شلون فصاح عليه واحد من الجنود ورحت حكيت وياه تفاهمت وياه فقال انه هو ساكن بفندق من طلعت الفندق مالته بالجي بي اس طلع مجاور يعني تايه تايه هو صار راح اجى البارحه وفندق مالته بابو ناس فندق مالته بابو ناس هو واصل اطراف بغداد بالتحديد واصل المدائن ديوان كسر رايح حلو تمام نعم فجبته من هناك وجيت قلت له همين نتونس وهمين اخذ له فره بعد على شارع المتنبي واشوف المناطق الحلوه ورجع للفندق. عاشيدك فاذا اليوم اول زياره لكم جولتكم اليوم جيتوا لحديقه الامه بالضبط بعثها المتنبي شنو شعوره مني؟ شلون طريقه تعبيره كان شاف الموضوع وشاف العوائل؟ He asked you about your reaction when you see the places and the beautiful view. I was amazed. I was surprised. يقول انا تفاجئت يعني صراحه المكان كلش حلو.
يقول له اكو سلام وعفويه طبعا وتناسق بالموضوع انه تشوف ناس عايشه بسلام وراحه واقفه. يقول انا متفاجئ يعني على هاي الراحه والحب والالفه والامان اللي موجوده هسه انا حاليا. حلو، ليش اختار العراق بالضبط؟ ما دار بينك وبين الكلام هذا؟ كواجهه سياحيه بالوقت الحالي. اوكي، اي هاف تو اسك يو اباوت سمثينج. Why you chose Iraq between all the countries? This is my 100th country I've been visiting. Okay, يقول هذا البلد رقم واحد باللائحة اللي أنا خالها حتى أجي أزوره. شوفون one يعني رقم واحد مخلي بالعراق. ليش؟ شنو الدوافع؟ شنو شخار عن العراق؟ What you read about Iraq or you heard about Iraq? History, Mesopotamia, Babylon. Babylon. War, Hammurabi. Yeah, Hammurabi. Yeah, Hammurabi. الجامش. Yeah. جامش. يقول قريت عن الحضارة والتاريخ. Okay. Can you continue? Keep going. Basra, and the marsh. In south, the marsh. Asian, like old people from the past. Your face on the cam. Okay. Thank you. يقول قريت هواي عن التاريخ العراقي، حضارة بابلون وغيرها وغيرها وحضارة الجامش والبصرة. يقول سمعت هواي عن البصرة وهو مفكر يروح للبصرة بالحقيقة. أنا من سألت على هذا السؤال، أنا قلت له وين ناوي تروح بعدين وما أعرف إيش، فقال ناوي أروح للبصرة. يقول له سمعت هواي عن البصرة فهو ناوي يروح هناك وراح يبقى هنا أسبوعين وهذا يوم الثاني. عاشت بس أحب أنوه على شغلة إنه أنا مو مترجم. أوكي أوكي. ولا خريج لغات. نعم. فإكسكيوز ماي إنجلش يعني. أوكي، أنا لذلك خليتك بهذا الموقف لأنه إنجليزي تتسبق وين تنزين بها لكن ما مارستها وعفتها. عادي ماكو مشكله، انا من التعبير يعني بالحوار ولازم اصفن ذلك. انا مريض من المشكله انت ما تلقى هوايه اشخاص يعني مثلا جايك من برا فعلا او ناس اجانب حتى تتواصل وياهم باللغه مالتهم حتى يشون عندك. لا خصوصا انه احنا يكون عندك انه انت تمرين او تحفظ الكلمات، يعني اكو بعض الكلمات تنساهن صح ما تقدر تحتفظ بيهن لنفسك لان نادر ما تحكي بهاي اللغه. يعني انا دراستي كانت 70% تعتمد على الانجليزي لكن بسبب انه ما مارسنا تعرفنا بالعراق يعني هاي العشوائيه اللي جاي نعمل بيها شيء قافز على شيء بالاختصاصات. اكيد 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 ماكو عدم الممارسه تنسي هواي اشياء. انا سعيد جدا بيك. نايس تو ميت يو. نايس تو ميت يو. وان شاء الله يا رب الجوله تكون لطيفه لكم ان شاء الله. ممنون منك حديقه الامه والمتنبي. شكرا جزيلا. الله يديم الامان عليك. هلا وشنو شعورك بعد ما سمعت الحديث انه اكو سائحين جاي يجون العراق قارين على العراق فلازم العراق انه اللي يجي يشوفك مثل ما قاري مو يجي للعراق قاري شيء يجي ينصدم وين انا شقريت شعور حلو يعني الحمد لله وشكر انه اكو دول بعد تنظر لنا بالعين الكبيره بسبب تاريخنا يعني الحمد لله وشكرا جزيلا. نعم مشاهدينا الكرام، من المفرح جدا انه نشوف اليوم السائحين الموجودين بالعراق جايين على اعتبار انه قرأوا عن تاريخ العراق وحضارات العراق وأور وبابل وغيرها، لكن بالتالي احنا اليوم سمعة تاريخنا بالكتب وعند بلدان العالم الحمد لله وشكر تبيض وجه، لكن بنفس السمعة بالوقت الحالي، الوقت الآن والوقت المستقبل إن شاء الله تكون تبقى هاي السمعة وتبقى هاي الصورة، لأن ما نريد نتباهى فقط بتاريخنا، نريد أيضا من حقنا أيضا كمواطنين أنه نتباهى وعلى قولتهم نتبختر بمستقبلنا. متواصلين وياكم من حديقة الأمة، خليكم. مثل ما يعرف الجميع أنه برنامج أيام الناس هو للناس، وإن شاء الله البرنامج منهم وبيهم بقدر المساعدات وبقدر المناشدات اللي دائما ما تصدف ويانا بالبرنامج. احنا اليوم بالتالي عندنا مناشده، وهاي المناشده هي لحاله انسانيه. اتمنى انه من الخيرين الناس اللي تشاهد، الناس اللي تقدر تساعد يفتهمون الحاله ويعرفوا ايش تحتاج، وان شاء الله ما يقصرون. وانا ادري ولد الحلال هواي صديق. شلونه؟ هلا حبيبي. اسمك كريم؟ علي. مروان. مروان. مروان حكيت له عن حاله وقلت عنده مناشده. اي نعم. بالتفاصيل. اي نعم. احكي لي الحاله. عندي مناشده للناس الخيره. زين. مثل حضرتك. الله يسلمك. وللناس المعنيه اللي يساهمون بالجمعيه الخيريه. نعم. للناس المحتاجه.
عندي بنت اختي عمرها تبلغ من العمر 3 سنوات تقريبا. الله يخليها. تعاني من الفشل الكبد. نعم. صار لها لمدة سنة. زين. حاولنا أكثر من مرة أو مرتين وثلاثة دكاترة المستشفيات فما أكو نتيجة العلاج. تمام. الحل الأخير بالنسبة للتقارير الطبية والدكاترة المختصة بهذا الموضوع فقرروا أنه البنية تسافر خارج العراق. خارج العراق. أي العملية نعم. خارج العراق. ويأخذون عينة من الكبد. العفو زراعة الكبد نعم. لها من والدتها. زين. أي. فإحنا ناشد الناس الخيرة نعم. والناس المعنية بهذا الموضوع. إيش قد أي. تحتاجون بالوقت الحالي مبلغ العملية؟ مبلغ العملية مثل ما تعرف أنت سفر وجوازات وروحة وجاية. تمام. وتكلفة هناك شهرين إلى 3 أشهر. فيعني راد لها تكلفة بما يقل 4 إلى 5 شدات. 4 شدات؟ أي نعم. أو 5 شدات؟ أي نعم. جمعتوا بالوقت الحالي مبلغ؟ الناس الخيرة ممكن تبرعت؟ والله ممكن تبرعت. نعم. يعني جمعت مبلغ؟ جمعت مبلغ بس تمام. الشيء القليل يعني ما يكفيني إنه أو العفو ما يساعدني إنه زين. أكمل العملية. نعم. هسه بالوقت الحالي؟ أي نعم. أنت قلت مناشدة للناس. أي نعم. طيب اللي يريد يتواصل وياك. أي نعم. من الناس اللي جاي يشاهدون. أنا اللي يريد. أي نعم. يساهم بمبلغ معين. نعم. وين بالضبط مكانك؟ أنا مكاني جسر ديالة بغداد زعفرانية جسر ديالة. نعم. وعندي تواصل اجتماعي عندي واتساب وعندي فيسبوك. شو قد رقمك؟ هاي بالتالي للفائدة حتى الناس أي إنه نعم. اللي تحب تساعد. رقمي 0782 نعم. 3 1 4 1 5 1 5 1 الرقم الثاني 0751 نعم. 9372 449 هاي اللي يريد يتواصل وياك وهذه حتى نكون صادقين ويا الناس استاذ والعنوان موجود ايضا نعم. بالتأكيد حتى نكون صادقين ويا الناس انه هذا العنوان هذه التقارير انه تشهد هاي التقارير الطبيه وهاي البنيه هاي هاي البنيه الله ان شاء الله يقومها بالسلامه هاي منو والدتها اي نعم والدتها اللي هي اختك البنيه عمرها 3 سنين ووالدها ميت والدها متوفى اي نعم اذا باسم الانسانيه اي باسم الانسانيه وباسم الناس الخيره اللي مختصه بهذا الموضوع حلو وانا اشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا ومن واجب هذا وبالتالي هي رساله لا حبيب قلبي بالتالي هي رسالة لكل الناس المعنيين الناس الخيرين والمؤسسات الخيرية مناشدة باسم الإنسانية طفلة 3 سنوات وبإمكان أنه المبلغ 5 شدات والأربعة العراقيين ما أعتقد ذاك الرقم فحتى ننقذ الطفلة من الموت لا سامح الله متواصلين وياكم من حديقة الأمة خليكم معنا كرام متواصلين معكم وبالتالي اليوم الحديث عن حديقة الأمة فاليوم حديقة الأمة هي أصبحت للعوائل للصغار للكبار وبالتالي جاي نشوف اليوم العوائل موجودين هنا وكل الشرائح موجودة فخلنا نتعرف على العائلة الموجودة السلام عليكم أهلا وسهلا خلنا نتعرف على اسمك تمارة تمارة تفضلين هنا تمارة يعني. هاي الزيارة الأولى لك لحديقة الأمة أول شيء أشكر من هذا المنبر قناتكم الكريمة الله يسلمك واجبنا صراحة كانت الحديقة قبل غير شكل هسه كلش حلوة ومرتبة بعوائل وشباب الله يحفظهم اختلاف جذر صاير اليوم على حديقة الأمة بالكامل اليوم الاختلاف أي صحيح. حتى نوعية الحضور اللي موجودين أكيد أكيد كانت غير شكل ونشكر كل من ساهم نعم. بيها ورتب هذا المكان نشكرهم زين. مثل هيك أماكن ترفيهية أماكن أنه ممكن تغير فيها جو شنو يعني شعوركم انتم كعائله عراقيه وتشاهدون هيك اماكن وموجوده بالتالي بهيك اماكن ببغداد؟ والله كلش شيء مرتب وحلو والعوائل تحتاج تغير محتاجين هيك اجواء عوائلنا يعني بعد هذا الكبد والشوارع والمظاهرات وال ان شاء الله ان شاء الله كل ايام هيك تصير ان شاء الله شكرا جزيلا تمارة السلام عليكم الاسم الكريم ام الحسن الزياره الاولى لك انتوا تمار عائله واحده اي نعم زين انطباعك اليوم وانت ام
وهيك اجواء هيك مثلا هواء نقي محتاجته العائله محتاجين اكيد طبعا الأطفال. والله كلش حلوه الاجواء وتخبل يعني وعاشت ايده مع النظافه والترتيب يعني نعم. على كل شيء يعني حديقه الامه بالسابق جايتها لو بس سامعه بيها لا بس سامعه بيها زين اليوم من شفتي هيك ناس شفت العوائل الموجودين راح ترجعين مثلا ثاني مره أكيد ثالث مره طبعا يعني كلش فرحنا انه اكو هيك شيء دا يبادرون بنظافه وبترتيب وكل شيء يعني حلو زين ممكن انه تجيبون وياكم طعام فرشات طبعا نحن جينا اول مره يعني حسيتوا اليوم الانطباع الاول شفتوه في المخططات رسمتوها اي والله بعد على مرت اللخ اكيد نجيب اكل ونجي اهم شيء الدولمه يلا بالتوفيق ان شاء الله شكرا يعني. جزيلا نعم مشاهدي الكرام ايضا هو الموضوع ذات اهميه للعوائل العراقيه هيك اماكن هيك حدائق نظيفه بناس محترمين خصوصا انه بغداد بالفتره الاخيره اصبحت لربما مزدحمه جدا يعني لا ساحات لا منتزهات ترفيهيه ممكن العوائل بالسابق كانت انه تروح لبعض الحدائق ترتات الجزيره وغيرها لكن اليوم هوايه من الحدائق اندثرت لكن نتمنى انه باقي الحدائق وباقي الاماكن والمتنزهات تفتح من جديد نتواصل معكم من حديقه الامه خليكم إذن مشاهدي الكرام بقدر التغييرات البسيطة اللي صارت على حديقة الأمة شفنا المشاعر شفنا الناس شفنا العوائل شلون بدأت تتجه صوب هذا المكان على اعتبار اليوم أصبح المكان مكان سياحي مكان ترفيهي بعد ما كان بالسابق حديقة الأمة بسمعة تختلف عن سمعتها الحالية اليوم هواي من العوائل جاي نشوفونها رغم الملاحظات اللي لمسناها هنا يحتاج لربما بعض الشمسيات والمظليات على اعتبار انه كوننا احنا اليوم بالشهر العاشر ممكن بالاشهر المقبله والسابع والسادس الاشهر الحاره ما اعتقد انه المكان راح يقدر يقعد به فد شخص او مواطن لان الشمس راح تكون حاره وماكو اي في فبالتالي هي امنيه مثل ما شاهدنا هواي من المشاريع التي انجزت سيما انه الحدائق وغيرها احنا بالعراق مو موضوع بناء منشآت وإعادة ترميم مشكلتنا الرئيسية هي عدم صيانة وعدم إدامة فنتمنى من كل الجهات المعنية والقائمة انه إدامة هذا المكان حتى يبقى محافظ على رونقه ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل الى اللقاء